جدا عند كل جمهور وعلى كل لعيبه الزمالك بعد الهزيمه من سموحه بنتيجه 1-0 على ارض استاد برج العرب، واحتفال هستيري على كل دكه سموحه بعد الفوز على الزمالك. خلينا نكلمكم على اجواء المباراه اللي كان فيه هتاف خاص وكبير جدا من جمهور الزمالك النهارده لكل لعيبتهم، لكن كان بالاخص كده زيزو اللي هتفوا له احسن لاعب في مصر وحيوه بشكل كبير جدا. بدا اكتر من حد من لعيبه الزمالك يروحوا علشان النهارده يسلموا على مؤمن زكريا اثناء تواجده على دكه سموحه قبل انطلاق المباراه، وسلامات خاصه بقى ما بين اجاي وما بين اكتر من حد من لعيبه الزمالك قبل انطلاق المباراه. لكن خليني اقول لكم لحظه انطلاق المباراه النهارده ولحظه دخول الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك للمدرجات، بدا جمهور الزمالك اللي متواجد في المقصوره يهتف له الزملكاوي، هو بدا يحييهم ويشكرهم على هتافهم ليه النهارده. لكن خليني اقول لكم اللي من اللحظات الاولى والكابتن احمد سامي بينفعل كتير جدا، بيزعق للاعيبته كتير جدا وبيوجههم باستمرار وبينفعل عليهم وعلى كل باص كده بيعملوه وبيطالبهم بالتركيز في عمليات الباصات من اللحظات الاولى من المباراه. وواضح بقى التعليمات المستمره من مستر جوزيه المدير الفني للزمالك اللي بيقف يتكلم مع لعيبته واللي بيعترض كتير جدا النهارده على اضاعه الوقت اللي بيعملها الهاني سليمان. من اول لحظه في المباراه بدا يقف ويتكلم كتير جدا مع دكته مع الحكم الرابع على اضاعه الوقت، لكن لما الكابتن عبد الواحد بدا يتكلم مع الحكم الرابع بدا الحكم الرابع يقول لهم اللي فيه وقت بدل ضايع. لكن خلينا نقول من النهارده اللي كان فيه اعتراضات بقى وكان فيه انفعالات قويه جدا النهارده من الكابتن احمد سامي على احد قرارات حكم اللقاء، اللي بدا الكابتن احمد يرمي ازازه يعني العصير اللي كانت موجوده في ايديه كده وبدا ينفعل بشكل كبير جدا. الاجواء مشدوده على الدكتين والتفاعل موجود بشكل كبير جدا على الدكتين. زيزو بيقوم اكتر من مره وبينادي على لعيبه الزمالك ويعني بيطالبهم بالتركيز اكتر من مره النهارده. لكن خليني اقول لكم طبعا الاجواء بدات تشد على دكه سموحه اكتر واكتر اول لما كانوا شايفين اليوم ركله جزاء، وبدا الكابتن احمد سامي ينفعل هو اكتر من حد من دكه سموحه وبدا يقولوا اللي فيه تدخل قوي على القدم كده وبدا يقولوا ويطالبوا بركله جزاء. لكن اللحظات الاخيره من الشوط الاول كانت الانفعالات على دكه الزمالك اللي اعترضوا على احتساب 3 دقائق بس يعني وقت بدل ضايع، وزيزو بدا يتكلم ويقول ازاي يكون 3 دقائق وكل الوقت دوت وقف. لكن خليني اقول لكم طبعا النهارده بقى اجواء الشوط الثاني هي اجواء مشدوده في كل يعني كل الارجاء، القلق باين على اعضاء مجلس اداره الزمالك اللي متواجدين في المدرجات واللي بيتفاعلوا مع كل كوره كده وبيتكلموا مع بعض باستمرار اثناء تواجدهم، والانفعالات والغضب الكبير جدا بقى واضح على الكابتن احمد سامي انفعل بشكل كبير وبدات يعني العصبيه القويه جدا تظهر عليه اول لما احتسب ركله جزاء للزمالك، وبدا يزعق وبدا يتكلم مع الحكم الرابع ويقول له خلي الحكم هو اللي يروح يشوفها بعينيه، وبدا يقول له يعني اللي ما فيش الكوره ما فيهاش اي ركله جزاء. طبعا اول لما بدا الحكم كابتن محمود البنا كده يتوجه عشان للفار بدا على طول بقى كل دكه الزمالك هي كمان تقف وتعترض وتقول اللي هم ليهم ضربه جزاء. الجمهور الزمالك كان غضبان جدا في المدرجات، لكن السعاده والارتياح بدا يظهر على الكابتن احمد سامي بقى اول لما تم الغاء ركله جزاء النهارده في لقطه غريبه كده من ابراهيم نضاي، اول لما تم تغييره واضح اللي هو خارج حزين من عمليه التغيير وكان عايز يكون موجود، بدا يتكلم مع المدرب يعني المساعد النهارده المستر جوزيل، بدا على طول يقول له يعني اطلع، وبدا على طول يروح ويقعد في هدوء تام على الدكه. واضح التفاعلات بقى على دونجا اللي قاعد مستني لحظه نزوله، عمال يبص لدكه الزمالك ويقول لهم يعني انا موجود اهوت، وبدا يشاور لهم اكتر من مره. لكن خليني اقول لكم طبعا ان اللحظات ديت كانت لحظات هستيريه وسعاده كبيره جدا بقى على دكه سموحه اول لما احرز هدف سموحه الاول، واللي بدا ابو بكر على طول يتوجه عشان يحتفل في لقطه يعني رائعه كده منه مع مؤمن زكريا، وبدا يحضنه وبدا يمسك راسه كده وتظهر عليه السعاده الكبيره جدا. طبعا صدمه واضحه على كل لعيبه الزمالك وعلى كل دكه الزمالك المتواجده، الصدمه طبعا واضحه على دونجا اللي كان واقف واللي فضل يوقف اكتر بقى اثناء الاحماء كده للدكه عشان ينزلوه وعشان يشارك النهارده. لكن الاجواء بقى في اللحظات الاخيره بعد هدف سموحه بدا يربك الحسابات الزمالك، وبدات بقى الانفعالات والصدمه ويعني القلق كده يظهر على جمهور الزمالك اللي قاعد في المدرجات، الكل قاعد قلقان، الكل قاعد يعني متوتر كده في اللحظات الاخيره، يعني برضو قلق كبير جدا واضح على كل مجلس الزمالك اللي متواجد في المدرجات. لكن خليني اقول لكم طبعا الاجواء اتغيرت خالص اول لما تم طرد حسام حسن النهارده لاعب سموحه في اللحظات الاخيره، بدا بقى الانفعال والعصبيه الكبيره جدا تظهر على الكابتن احمد سامي اللي انفعل على الحكم الرابع والحكم الرايه وبدا يقول لهم ازاي، وبدا على طول حسام حسن هو كمان ينفعل بشكل كبير جدا اثناء خروجه.
وقفوا وبداوا يزعقوا وبداوا يقولوا ان لازم الحكم يرجع للفار ويبص. وحسام حسن يعني بدا يتكلم مع اكتر من حد من لعيبه الزمالك يقول لهم اللي هو اتشد من التيشيرت رغم ان الانفعالات والعصبيه كانت واضحه على دكه سموحه على الكابتن احمد سامي وعلى حسام حسن. ان الكابتن احمد سامي ساعتها بقى بدا يطالب حسام اللي هو ما يتكلمش وما يعني ما يشدش اكتر من كده وبدا يقول له اهدى حسام وبدا فعلا حسام يهدى شويه. دكه الزمالك كانت بتعترض على وقف المباراه كده ويعني كانوا مغضبين جدا من ان الوقت واقف وان الحكم لسه هيرجع كمان يشوف الفار الكوره ديت. واول لما رجع فعلا الحكم للفار يعني دكه الزمالك انفعلت بشكل كبير جدا خصوصا اكتر بقى لما تم الغاء او تم يعني تاكيد الفار لسلامه الطرد انفعل وبداوا يقولوا اللي دوت تضييع للوقت اكتر واكتر من الوقت اللي بيضيع. يعني الاجواء كانت مشدوده جدا على دكه الزمالك. كل دكه الزمالك في اللحظات الاخيره واقفه، الكل بيتفاعل، الكل الان بشكل كبير جدا، الكل على امل اللي هو يقدر يخطف هدف كده ويرجع للمباراه في اللحظات الاخيره خصوصا لما احتسب 9 دقائق وقت بدل ضايع. كان الامل رجع تاني لكل دكه الزمالك اللي شافت اللي هي تقدر ترجع في اللحظات الاخيره. لكن طبعا اول لما جاب الزمالك هدف كده احتفلوا، لكن تم الغاء الهدف بداعي التسلل. الحزن بدا يرجع تاني للدكه. اللحظات الاخيره هي لحظات بقى مشدوده كمان على دكه سموحه اللي بتقف تنادي على الحكم اللقاء وتقول له اللي خلاص الوقت انتهى. كل دكه سموحه واقفه، الكل بيعترض، الكل بيصفر الحكم كده عشان ينهي المباراه بعد ما كانوا شايفين ان خلاص اللحظات او ان الوقت انتهى. اول طبعا لما انتهى اللقاء سعاده هستيريه واضحه على كل لعيبه سموحه وعلى الكابتن احمد سامي وعلى كل بقى الجهاز المعاوي ليه اللي بداوا يحضنوه وبداوا يحتفلوا بيه. كله بيهني بعضه، كله بيحتفل بشكل كبير جدا. السعاده طبعا واضحه على الجميع زي ما حضراتكم شايفين، لكن صدمه واضحه على كل جمهور الزمالك ولقطه اكتر من رائعه لجمهور الزمالك النهارده مع لاعبيه اللي بداوا يهتفوا للاعيبه ويقولوا يعني القلق كله زمالك يجي كله. وبدا كل لعيبه الزمالك تتوجه للجمهور كده ويشكروهم ويعتذروا لهم. وبدا في اللحظات ديت جمهور الزمالك يهتف للاعبين افريقيا زمالك. يعني اجواء سعيده عند كل لعيبه سموحه وحزينه بشكل كبير جدا على كل لعيبه الزمالك النهارده بعد الهزيمه من سموحه بنتيجه 1-0 على ارضيه استاد برج العرب. بنقول لكل لعيبه سموحه وكل مسؤولي سموحه مليون مبروك على الانتصار الغالي اللي بيحققوه على الزمالك بنتيجه 1-0، وهارد لك لكل لعيبه الزمالك وكل جمهوره وكل مسؤوليه.